الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة لقمان وأيضا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية يمدح المولى تبارك وتعالى نفسه بأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. المولى سبحانه وتعالى يمجد ذاته العلية سبحانه وتعالى الذي هو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. والله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن يبين صفاته العلية وأنه المتفرد بالجلال وبالكمال تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرضين وفطرها وأبدع كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فتكلم المولى سبحانه وتعالى في القرآن عن صفاته، ثم سأل سبحانه وتعالى في سورة سبأ سؤالا: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. يعني ماذا خلقوا؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة فاطر: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإذا يا أخوانا، من صفات كماله تبارك وتعالى أنه تفرد بالخلق والملك والتدبير، وما في أحد عنده مع الله شيء. قال تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه. اللي ينادوهم الناس الليلة، والبندهم البنده بالليل، والبنده في الشدائد، والدارين من نوم يشي. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير ما عندهم. وبعد ده قال لك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا
ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وتمضي الآيات تتكلم عن نعمة الله على عباده وما يصنع المولى سبحانه وتعالى إلى أن قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا يعني من البيوت جعل لكم مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا كهوف بتستغر فيها ومن الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون إلى أن قال ويعبدون من دون الله بعد كله بعد ما يعرف المخلوق ما أنعم الله تعالى به وما تفرد به من الكمال بعد كله ربنا قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب لك مثل للناس اللي انت بتعبدهم الليلة الناس اللي بيندهم ناس أحمد التجاني وناس الكباشي وناس البرعي وكل جماعة ذي ربنا شبهه لك بالعبد المملوك قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ما عنده حاجة في يده عبد مملوك ليس له مال ينفقه ليس له ملك يتبرع به ما عنده حاجة ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون دير سوا الاثنين اللي عنده رزق بينفق منه وبيدي هل بيستوي مع العبد المملوك اللي ما عنده حاجة ما بيستوي ده مثل الإنسان المتعلق بغير الله ده زي المتعلق له بعبد مملوك ما عنده حاجة مسكين ما عنده شيء ما يستوي ربنا قال هل يستوون قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم ما يتكلم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه كل يعني عال على مولاه أبكم وعال على سيده انت عارف أصل لو مجيد السوق درت تشتري لك زمان عم بيشتروا الخدم اللي بيخدموا في البيوت تشتري لك خادم أبكم ما بيتكلم واثنين ما بيقدر يشتغل ده بيسوي شنو ربنا قال لك وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير قبلوا كده ما بجيب خير قبلوا كده ما بجيب خير ده فيه فائدة ها قال وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ده يساوي ذاك ما بيساويون إذن أبوك الشيخ ما بيساوي الله أبوك الشيخ ما بيساوي الله كذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب الأمثال بمثل هذا ولذلك كل من قرأ القرآن وتأمل آيات الله تبارك وتعالى في الكون وخلقه للناس ما يشرك مع الله حد ما يجعل لله نديد ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا أرض فراشا يوم من الأيام انت ما جيت لقيت الأرض دي
قالت لك انا ما تمشي فوق لي، لا لا، جعل لكم الارض فراشا. ربنا قال والارض مددناها والقينا فيها رواسي جبال وانبتنا فيها من كل زوج كريم. جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. ربنا قال والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون. جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. تنزل المطر من السماء بتجيب رزق، بتجيب رزق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انزل من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. المطر اللي بينزل من السماء ده رزق من الله، ربنا بنزله للعباد يزرعوا منه الزراعه يحصدوها يبيعوا المحاصيل ياكلوا وتاكل انعامهم ودوابهم، ده خير ربنا بنزله للناس. بعد ده كله قال لك انت لو عرفته، لانه كفار قريش كانوا عارفينه، ده ما انكروا. تلاقي ناس ابو جهل قالوا المطر دي بنزيل اللات ولا العزة؟ لا، ما انكروا. ربنا قال قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. كل في الواطة دي حق منه؟ قال سيقولون لله، عارفين. ما قالوا ده جابوا اللات والعزة ومنات، لا. ربنا قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قال سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قال سيقولون لله قل فأنا تسحرون. عشان كده بعد ما وراك إنه بسط الأرض ورفع السماء، ربنا بعديها قال لك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما تجعل لله ند ما دام أنك أنت تقر بأن الله تبارك وتعالى هو الصانع لكل هذه الأشياء، الخالق لكل ما في الكون. واللي بيجعل لله نديد ربنا بدخله جهنم بعدين، ربنا بدخله جهنم. عشان كده تعمل حسابك. وهذه أكبر جريمة وقعت في الأرض. والكلام يطول، أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم وأتحدث من بعدي. وصلي اللهم على نبينا محمد شيخ مزيد.